حصريا. القضية أيها السادة تحتاج إلى ضمير أكثر من حاجتها إلى قانون. تحدي لعادل إمام. أنت قد الحركة دي؟ ده أنا تعبكوا قوي. يلا بينا. عادل أمك رصي في حلقة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة. إننا يجب أن نقاطع هذه البضائع مقاطعة تامة. قلت حاجة؟ لا أخويا ما قلتش حاجة. أنت قلت حاجة؟ لا يا سلام ما قلتش حاجة. هسمعكم الحلزونة عشان الحلزونة عزيزة عليا شوية. 60 سنة أعمال ناجحة، أعمال مكسرة الدنيا. مش ده مش محتاجة حاجة يعني. أنت بتقولوا إيه؟ ما تفضل معانا. كتر خيرك، خليك على راحتك. والله صحيح. لا كتر خيرك. طب نشوف سمرتين كده ولا حاجة. ثلاثة كمان. تشاهدونه في الأوقات التالية.